Tablahon. Good morning, صباح الخير والفل والياسمين والضيعة الحلوة ولبنان اللي بيعقد. ما في أحلى من هيك وعية، ما في أحلى من الوعية بالضيعة، ما في أحلى من هيدي الأجواء اللي كتير حلوة اللي بتوقعه وبتقوله يلا هيدا نبلش نتروق مع بعضنا، هيدا نبلش دغري من قن الدجاج. رح نفوت دغري لجوا، رح ناخد البيضات ورح ننزل دغري لجوا. مارك شو عم بصير معك؟ ألوى هيك ألوى. يلا هيدا نفوت نشوف شو محضرين هالبيضات بالليل. الدجاج بالليل. يلا ست اعطيناهم اكل تركونا رواق بيض طازه اورجانيك. الدجاجات بياكلوا اورجانيك ومثل ما شايفين هلا حطينا لهم الاكل يلي هو بقايا الاكل تبع البيت. ما في شيء مش طبيعي. يعني فريش لدرجه بتاكلوا نيين هالقد. اوكي هيدا نبلش لكم نحن ب سقير شمية بجست هاوس اسمها سقير شمية. نحن نمنا هون رح نوعى الصبح رح نبلش هلا رح ننزل عن جزيرة رح نتروق مع ترويقه بلديه لبنانيه اورجانيك ناتشرال شو بدكم تسموها. من بعد ما فرجيكم هذا البيت اللي صار له اكثر من 200 سنه. مارك عبالك تاكل بيضانية؟ ما بعرف اذا بسترجع. انت بدك تاكل لايف؟ انا باكل دايما. خلينا ننزل عن جيزيل لانه محضرتها اشياء كثير حلوه بعدين بنشوف. يلا هول الك. ما فيها بعد جيزيل دغري. بدنا نقطف لها زعتر، بدنا نقطف لها سيكلاما، بدنا نقطف لها مارغوريتا طلبت منا. يلا ردي. يا شو عايزين للترويقة؟ بدنا زعتر. رح نعمله هو انه دائما قد ما فينا تما ناذي الشكله بنقص حد العقد سو من تحت او من فوق قريب عليها وبنجرب من زيت الشكله تضل تعطي ما ناخذ كثير. يعني هي من هون هم من هون هولي من هون. قالت لنا نجيب بوكي زعتر بقد هذا الزعتر. نجيب لها سيكلاما. هلا ما عرفنا ليه بدها اياهم كلهم. هلا بنشوف سيكلاما بدها اياهم تتزين فيهم ديكوريشن. ولا اروع من هيك، ولا اروع من هيك منظر، ولا اروع من هيك وعي. حلم 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 واحد يكون عنده بيت بالضيعه بالجبل بينسى كل هموم الدنيا، بتسوى كل قعدات العالم. الدجاجات الجنينه الزرع شيء اخوات شيء ما فيكم تتخيلوا. نومي كانت ولا اروع من هيك. فتحت الشباك الهوايات التخت القديم واو. 5:30 فتح عيوني وقلعنا نهار. جود مورنينج وين ما كنتوا بالعالم. نحن وين؟ نحن لبنان. نحن باحلى بلد بالعالم وبنبعث لكم سلاماتنا الخاصة لكل وين ما كنتوا وعم نحضركم لصيفيتنا الكتير حلوة. فنحن هلا بالطبيعة مع مارك. نهار رح يكون كتير طويل وعنا اشياء حلوة كتير. عم نحضر الترويقة رح ننزل بالست جزائر. ده حلو انطوني انه اعطيناهم اكل الجيش واخذنا بيض. وين حلو هيك. هول بيتاكلوا؟ هلا بتتذكر انه بالاردن انا وياك كان في شيف اخذ السيكلاما لمطرح خيري. زهرة السيكلاما ما بتتاكل بس ورقة السيكلاما جدودنا ومش بس بلبنان حتى باوروبا وهيك بياخذوها بيعملوها مثل ورق عريش. اهم شيء ما ناكل السيكلاما ني سو دائما لازم ينطبخ لتروح منه هالمرورة اللي هي بتأذينا. اذا انطبخ بيتاكل السيكلاما ما في ولا مشكلة. فيري سيف. بس اذا انطبخ
صور شلنا له ابو كيسك لما حلو. اوكي طلبت بعد مارغريت بس مش عم لاقي كثير. طيب رح فرجيكم رح هلا بننزل لتحت، خلينا نفرجيهم البيت بس قبل ثانيه تنرجلج ال اوكي هيك نفوت على البيت. هون نسكر. جست هاوس فيكم تجوا تقضوا ويك اند او ايام فيه. بيت كتير حلو قديم صار له اكثر من 200 سنه. اوض النوم الحيط العريض ديزاين اللي كتير قديم. من هون طلع الارض اللي حلو ما ركزنا عليها امبارح. الصخر غير شكل اوضة القعدة. المطبخ. خليني ارجع اطلع عند مايك. رجعت منزل لعنده من هون. يلا هيك نشيت شوية مارغريتا طيب. هيك هون في كتير مارغريتا جيت من هون عالطبيعة. طلعت كرزة كرزة بتحبني ما بتحبني. نرجع نقول هي طلبت منا نجيب لها مارغريتات شو على السريع. وين ردي؟ هي سالتنا بتعرف طلعت المثل طلعت سالتها بلاتين. نحن جبنا مارغريت سيكلاما وزعتر. طيب ليتس جو تو جيزيل. تو جيزيل طاولة الترويقة جهزت. طلعوا شو ناطركن اليوم. رح نعمل هون على الصاج عجين وردي حضرنا الفخارة عم نحميها. رح جرب اعمل بيض هون. الشاي عنا العجينة البطاطا كل التفاصيل. وعنا منقوشة هون سبيسيال من ضيعة اسمها مشطاح. طلع شكله راح نقله لمارك. راح نقله لمارك يروح يتسلى هو بالتليفون دقيقتين تنظبط تكنيكاليتيز ونظبط الميكرو ونظبط الاخبار. بدنا نبرمه ولا ما بدنا تنفرجون اشياء حلوه؟ اذا بدك يلا رح ناخذكم فرجيكم اللي ما شاف امبارح التوليبات يلي عنده. هون عنده توليب احمر واصفر. فرجيكم هون هيدي النبتة اللي بسموها نرجس أو النرسيس. هيدي
الورد الجور الأصلي الأصلي الأصلي. هلا الفكرة إنه بعد ما زهر بزهر بعد شي جمعتين. ليكو هون عنا توليبات هيك لون الأورانج مفتحين، عنا أبيض وموحد بعد ده حلو التوليب، وعنا توليب بعد هون. نرجع عند أنتوني. الانفستيسمون تبعنا بميكرويات بعد بكفي. انا كنت مش عم جرب، مش عم فرجي شو عم بصير. حتى نرجع على الميكرو القديم لانه شكله جديد عم بوز. يلا قرب تنزل نتروق. يلا اعطوني ثانيه بس. سوري فور ذا هاسل. وي ار باك. طمنوني عن الصوت. جود مورنينج. جود مورنينج. هاي زين، كيفك؟ شو هالتحضير الحلو؟ ميرسي ميرسي. طيب خلينا نحكي عن الجاز، عنك اول شيء وعن الجاست هاوس. انت كيف صرتي هون؟ بيت مين؟ بعدين نحكي عنه. اوكي، اول شيء بدي اقول انا كثير مبسوطه بهيدا الصباح، انتوني ومارك معي وكل يلي عم بيحضرونا ويلي بيحبوا أنتوني. أوكي منحكي على الجاست هاوس. الجاست هاوس هو مبنى قديم بيسموه كانوا المدرسة، لأنه كانت مدرسة إعدادية للرهبان يتعلموا فيها، يعني مثل مدرسة تيولوجيك لاهوتية. في فترة من الفترات انباع هيدا المدرسة، انباعت وأخذت عائلتي، بس كانت خربة يعني بلا سقف بلا حيطان واقعة. وهلا اتذكرت لازم فاجيكم شغلة كتير حلوة اكتشفناها تحت التراب وقت اللي بلشنا ننظف التراب، هي المحدلة، لأنه من قبل كانوا يبقوا السقف يبقى تراب ويحدلوا بالشتوية تا يضلوا التراب يضلوا كومباكت تا ما يوقع. هيدا لازم نرجع نشوفه. بلشنا الشغل وصار لشي القصة شي 20 سنة بلشنا بالمشروع، وحواليه في كان بتصور عنب بيسموها كمان عودة الرهبان هيدا المنطقة، وشي أنا كتير متعلقة فيه. وأنا وصغيرة كانت مش بس أنا واحدة، يعني بتصور كل أولاد الضيعة بيجوا دهون لأنه في رواق وإلعب وطلع. يعني كانت lucky enough إنه بي عطاني إياها هيدا لإلي، وانا يعني مع عائلتي كمان عم نجرب جهدنا انه نحافظ عليها قد ما فينا. انا بعتبر البيت واحد من اولادي صراحه، يعني هيدا رابع ولد من اولادي، عندي 3 اولاد وهيدا الرابع وبعطيه كتير انرجي. الجاست هاوس كم اوضه؟ قديش فيك تستقبلي اللي بيجي لعندك ترويقه غدا عشاء؟ ورقم التليفون بالاخر. اوكي، الجاست هاوس اللي انتم نمتوا فيه هو في غرفتين، يعني بساعة 4 لـ5 أشخاص. على الديفان الكبير في يكون 5 شخص، وفي الأوضة اللي فوق اللي ما فرجيتكم إياها بس مبينة شوية صور على الإنستغرام، شوية بوهيميان، و بتساع 3 أشخاص. وفي الأوضة اللي تحت يلي فوق نحن مسميينها زعتر بري أو تايم، يلي هون مسميينها بيوني. دكتور مارك يمكن بيفرج البيوني فيه على الحافة بلش يطلعوا البيفون. واللي يلي تحت بانك بيدز بتساع 2 شخص، يعني about يعني 10 people max. رقم التليفون؟ رقم التليفون هو 03279849. ترويقة عندك؟ ترويقة عندي. العشاء انه اذا ahead of time واحد بيخبرنا ahead of time اهلا وسهلا، بيكون العشاء جاهز. اوكي، هيدا نحكي عن الترويقة. اليوم شو محضرتين؟ لو انا كتير محمس انا وياك، اول شيء نعمل بيض ونعمل منقيش. يلا هيدا نشوف. أوكي. شو عنا هون؟ اوكي، اول شيء هيك نبلش. يعني انا ماكسيموم بجرب، ما بنزل يعني ما بنزل على الساحل مثل ما بيقولوا اهل الضيعه، بجرب وماكسيموم بكون انا سنترد هير، مع انه الكاباسيتي يعني ما انا كثير كثير كبيره مثل تحت. يعني بجرب وماكسيموم لوكال فود اس بوسيبل. يعني تنحكي على المنقيش، المنقيش شغل مدام بالضيعه بيجيج
ومثل ما كنت قلت أنتوني هو اللي بسموه مشطح لأنه بيشطح مفتوح. هيدا الخبز طابوني بسموه، امبارح جابوه الولاد من ضيعة اسمها عبيدات يلي كمان هي ضيعة على الطريق من جبال لهون. التفاح يلي هلأ أني رح ناكله هو أورجانيك من الحفد، العجينة من عند كمان من فوق. هول المربيات في مربى التين ومربى سفرج اللي أنا عاملتهم، الجوز من عنا، الجبنة واللبن واللبنة بعدها بالكيس، هول من عند جارتنا كمال يلي بعد شوي رح نروح لعندها تفرجينا كيف هي بتعمل الجبنة. عنا لبنة هون طازة، رح نفتحها هلا. عنا لبنة هلا نية طازة، إيه نفتح اللبنة تنبلش. اوكي، يعني احلى من هيك ما بيصير، اروع من هيك ما بيصير. برا عشيه انا تعشيت لوز قرشتهم، ولا اروع من هيك. هلا دكتور مارك، معلش مع لحفظ مع حفظ الالقاب، اوقات رح حيط دكتور انتوني دكتور مارك، اوقات رح حيط انتونيو مارك. انتونيو مارك. أوكي. بس مارك اخذته معي تجيب شوية بيض شكله ضيون على الطريق. رح نحدك هلا. ايه نايس. ما حبينا نجي ايدينا فاضيين. ايه. اوكي. طيب هيك نبلش بشيء حسيت انه مارك جوعان. يس. فرح اعمل لك هيك ساندويشة سريعة. شو رأيك؟ لازم نرجع نخبر انتوني. تعال اجيب زيتون انا، اوكي؟ نسينا زيتونات، بطلع بجيبهم. أنا بطلع يلا قرب لعندي. طب بس لازم نرجع نخبرهم نحن بوين واسم الضيعة ولا اسم الضيعة هيك. إيه يلا اوكي خبريهم أنتوني أو أنا. مثل ما بدك أنت. اوكي، الجست هاوس اسمه ساكي، اس اي كيو اي، بس هو يعني بالعربي الساكي يعني سقاية. اسم الضيعة ساكي رشمية، ساكي رشمية، ساكي يعني سقاية irrigation، ورشمية يعني راس الماء. يعني ضيعة كان فيها كتير نبوعة، بعد فيها نبوعة أكيد بس منن آز مثل قبل، وانو غنية بالماء. yeah. عم بعمل لك لبنة مع زعتر طازة دغري مقطف هلا من ايدي، من ايديك لايدي، بعد وحدة بتستاهل. راح اطلب منك تنتبه ما توقع زيت على تيابك، عنا تصوير كتير اليوم. جبت معي 3 قمصان وقطعتها هون. ايه طيب اوكي، طمن عليه. شوية نعنع، زعتر ونعنع بتاعك كتير طيبين. راح يكون جرين ساندويتش، ما راح احط له بندورة، وراح احط له. انا ما بحب الخيار بالاكل. برات الاكل بس. طب حط طيب تاني نوع لدواء التصوير، حط بحب لا الخيار. لا يا عيب تشوف دواء التصوير. عم بيعمل لك جرين ساندويتش ريلي. فيك تحط بازيلا. البذرات تبع البازيلا. طيب ادوق، حط بازيلا ولبنه. زيتون. انا انت بتاكل كل شيء مع لبنه، بازيلا ولبنه. اوكي، طب زيتون اخضر كمان، بس ما بدي اوصيك ما بتكسر سنينك وموقف شغل هالفتره. ديل. اوكي، هذا هو الساندويش، لازم ناخذ له صوره. مارك لانه ما بديك تاكل خبز كثير. ايه، راح اقص لك هول خبزات لانه بدك تستلذ بالساندويش. مزبوط، الساندويش مش معمول تيشبع، بس فيني اخبركم ساندويش هو اكسبيرينس. فساعات بتجوا بتلفوه خبزه خبزه خبزه، بيطلع في عندكم 3 لايرز خبز من هون، 3 لايرز خبز من هون، ما بقى تستلذوا بالاساس. فلفيت قد ما لازم، والشقف الثاني فرف كف شلته، ما راح نكبهم، راح اكل فيهم لبنان باللقمه. راح نعطيه كلينكس وراح نقول لك يا صاب انتبه ما توسخ حالك، وخبرني اذا رح تنبسط بالساندويش. نحن نكست رح نكفي نعمل بيض البطاطا. شو عنا هون؟ هون عنا بطاطا مسلوقة مع بندورة ونعنع يابس من الجنينة. انا اجمالا بعمل هيدا السلطة، هيدا سلطة امي بسميها لانه انا كتير بحبها وكانت الماما تعملنا اياها، بس اجمالا كنت بحط فيها بصل. بس اليوم بما انه مشرفنا نو جارليك نو انيونز، رح نعملها بندورة وبطاطا ونعنع وزيت وملح، يعني لوكال ستاف. اوكي،
سو رح نقص البندورة. اكشلي بدي استعمل السكين يلي تبع الجبنة هيدا. وفينا يمكن بتصور بنفس الوقت نحط مارك جبت نعنع على روح النعنع تنزيده على التيزان. لحط له بكثير. Yeah. اوكي. الطاولة حلوة كثير طلعوا ونحن وين وزع حطيناكم بالبرسبكتيف شوي تحت الشجرة. حد الساجات هلا أنتوني اللي رح نعمله اليوم في عنا العجين دجا جاهز. يلي رح نعمله هو انه كل واحد رح يعمل منقوشته. هلا عنا اللي منقيش بس انه از هيك انه نزيد شوي الحماس نعمل كل واحد منقوشه. ورح نعمل شيء انه زعتر الاخضر هيدا مع رح ناخذ شويه من هيدا الزعتر مع سمسم منه محمص وزيت وملح ونعمل مثل منقوشه بس منه زعتر يابس يعني زعتر اخضر. وهيدا وصفه ناتالي صاحبتي يلي بباستن وقت يلي خبرتها جاي لعندي انتوني قالت لي جيزيل اعملي هيدا لانه سيزونال وحلوه. اوكي وبنحط ملح. الملح يحوي هون. انت عشت برا؟ انا عشت برا شويه يس. وفي احلى من لبنان؟ لا لبنان كتير حلو لازم نحن نحبه للبنان. لبنان حلو كتير بيقدم لنا اشياء حلوه ونحن لازم نقدم له كتير كمان اشياء حلوه بالمقابل. اوكي بنحط نعنع. انا النعنع صراحه ما بعمله كتير ناعم بحب اعمله هيك. يعني بيضل الفليفر بوالا. اوكي هيدا بنعمل شو رايك انتوني بنحط زيت وبننطر منشان البيض يلا انه بدنا ننطر شوي البيض بياخذ شي 15 مينت بعتقد حميت يلا ايه جريت. اوكي بنحط لها بيضتين يلا بسرعه قبل ما يحترق زيت زيتون يلا. فينا نزيحها يمكن. اوكي البيض بلدي بتصور خبرتهم هيدا الشيء منشان هيك منشوف كل بيضه لونها شيء لانها طبيعيه. اوكي رح نعمل 4 بيضه. لا خلص اوكي خلص رح نعمل بيض سيفرال ويز. اوكي رح زيد لهيدا الشيء زبده نعنعات. يلا اذا بتزيدهم مال فلفل حلو بس كمان انا بحب فريش بيبرز. اوكي نقطه ملح ولا ما بعرف قلتني انا بسكرها للهيدا ما بعرف تسكر. يلا بنسكرها بدك بنسكرها اذا عنا تسكيره. انا على بالي بهالوقت العب. اوكي رح اعمل ساندويتش اليوم. رح احضر الخبزه. اوكي رح اخذ نكزه زيت رح استعمل هيدي المرحله اللي هون نقطه زيت رح كب عليها بيضة. قد في قرب على البيضة؟ قرب قد ما بدك. رح انطرها شوي افقشها نكزة وسعها حط عليها شقفتين جبنة ثلاثة زعبرنا. هذا بدها او ماي جاد. هي بدها او ماي جاد. رح احط لها شوي بهار
ماري 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 ثانك يو. قال لك ميرسي لعلي. لك ماري ميرسي اشتقنا لك. انا قلت هلا لما انت تكون تصورنا من قلنا ايه. طيب تعال شو عملت؟ مثل ما شايفين هون خلصت البيض، رح اخذ الخبزة ورح ضب عليها. سو هالطريقة بنكون نحن عم نخليها تستوي مزبوط. هلا نحن كنا عم شو عم تشرع قبل شوي، انا بنسكر ما بنسكر ما قينا شي نسكر، فيكم تسكروا بالخبزة. It's very very easy. الخبزة بتشتغل كتسكيرة، وفيكم هلا بتصير بتاخذ كل بخار الخبز البيض وفيكم تعملوا فيها شيء كثير حلو. من بعد ما ننطر على خبزتي شوي بهالوقت، وهيدي رح ناخذ لها صورة. هون الشاي عم بيخلص، هيدي شو حلو بيوتيفل. اوكي هلا رح احط شوية تفاحة هولي. يلا شو بدك تعملي بهالوقت؟ هلا بدي اعمل شوية وحدة مربى. بدون خبر شو عليك نال عنك؟ شو؟ بتعرفني بتعرفني الناس عم تكون عم اوكي لزقت شوي وي دونت كير. طلعوا شو صار. البيضه قربوا قربوا، الجبنه دابت مزبوط، البيضه لزقت على الخبزه، صار عندي اللي بدي. هلا صورني هون صفيان خربطهم. بدكم اطيب ساندويش بالعالم، هو مش بس بندوره وبيض وجبنه، هو بندوره بطاطا وجبنه. نعم هلا هذا ساندويش لالي. لا ما انا طعميتك لبنه قبل تموه وتخليك تشبع. لا لا ما شبعت؟ لا ما شبعت، قلبت مني الساندويش على الطريق. اوكي لكن هيدا هو بنسكرها مثل الكريب. واو 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 واو. رح اقسمه ثلاثة، اوكي؟ تو بي فير. تندوق ثلاثتنا. اوكي جيزيل اتفقنا؟ اكيد اكيد. طلع طلع طلع. ياي في شيء هون عم بيصير للتاريخ. جبنة مع قشقوين دايبة مزبوط، خبزة غير شكل من الضيعة، قمحة كاملة محمصة مزبوط. مش لما تكون هيدي على اليمين لإلي. لك كل واحد لك خلينا ناخذها كل واحد حجمه. حسب الحجمه. إلك لجيزيل لإلي. انا هيدي. لا انت بتاخذ اطيب وحده. لا هيدي ما فيها شيء، ما فيها بطاطا، خذي وحده تستلذي فيها. نو نو ذس از جود. يلا رح اتركهم. طيب يلا انا رح اخذ هاي وانت رح تاخذ النصانيه الكبيره. روح تما تخبر اخبار بليز. طلع بطاطا وبيض ولا اروع من هيك. يلي هي البطاطا وبيض نكلها، بس هون البيض مقلي، الجبنه دايبه مزبوط، عطيت اسيدتي غير شكل، شوية بهار شوية نعناع الموجودين، البندورة بيعطي نكزة سويتنس. انجل بليز قولي لنا صحتين صحتين. خبرينا رأيك فيها. عن جد كتير طيبة كتير طيبة، الكومبينيشن كتير كتير زبطة. لك أنا ما استطعم بأول شقفة، بس كرمال لدواعي التصوير باكل تاني وحدة تقلون قديش حبيتها. لا ما أنا ما رح يعرفها، سأقول استطعمت وترك ليها. الجبنة عطتها الجود فليفر. رحتين معك. ثانك يو. انا رح اعمل شوية كم وحدة مربى، اوكي؟ بهالوقت عم نشق على البيضات اللي بدهم كثير وقت لانه ما في نار تحته. نقلها ميرسي لماري، شو رأيك؟ اكيد. ماري بعتت فيري جود جينيرس سبورت، سو نقلها ميرسي. ماري من كندا. اوكي ماري، ميرسي بوكو ماري. يلا. اوكي. هلا عم نعمل شوية تين. هاي شو طيبة. مارك بليز قل لهم شو طيبة. أنا هلا بدكم يعني بين بدي أقول لها ثانك يو لماري وبين بدي آكل هيدي ضعف. هلا على التين يلي هو تين شغل الضيعة والمربى شغلة. اوكي رح نحط ورقة زعتر. يعني ولا رح ناخد هيدي يلي شغل هيدي شغل عمشيت بتصور. شو حلوين.
هون. شو حلوين. هلا رح نعمل سفرجل كمان. طلع من يعني قديش سمبلسيتي، بس صورة صورة بتحكي عن حالة. يا شو حلو. عم تسمعوا صوت العصافير بالوقت وصوت الطبيعة؟ في شيء عم بيطن in the background، واكيد عم بتفكروا انه في كأنه ألارم او سيلولار عم بدق، بس هتا فرجيكم هيدي اللي بالليل بتصير تذكركم بوجودها. كثير حلو. اوكي نرجع. بهاللحظات رح نروح على مرحلة تانية. عنا شوية عجين. قربوا. رح نعمل خبز صاج من ميل. فيك تزيح الزيتونات من حبك لنقدر نصور. وحدة تانية رح نعملها بيتزا ورح تشوفوا الفرق. بالصاج بتروحوا من برا لجوا، من برا لجوا. بتخبطوها، هلا ما بدي تقلي حالي طحين. سبق تقلي حالك طحين رح يمشي عارف. ما هي لازم الهلا بايدي بس عصير كلنا ابيض. صعب. بجرب اتزاك عليها ومدها. اوكي فينا نطري لها ترافة. أعطوني شيء أخذ منك السكريبر. أوكي رح نعمل خبزة هلأ. رح خليها تستوي بس شوي قبل ما نحط عليها اشياء براد. بعدين رح اعمل منقوشة جبنة بلدية. بعدين صاج لازم تجيبين نجزة او نار منيحة. ما سمعت بش. حط ايدك. جرب انت ايدك بتساع هون. اوكي. بتريدوا تشربوا نشرب روح النعنع. طيب كم حد كم شخص عم يحضرنا هلا؟ 160 هلا. واو اميزنج. نحن وين؟ نرجع نذكرهم نحن وين؟ بسائر شمية. سائر شمية جست هاوس. سائر شمية سائر جست هاوس بقضاء جبيل على تلة جبيل تحت ارز جيج. في عندكم جست هاوس مقسم اثنين، تو سيبريت هاوسز تحت وفوق. فيكم تاخذوا تحت وفيكم تاخذوا فوق، فيكم تاخذوا كله. شو الاكتيفيتيز اللي بتصير هون بالمنطقه؟ فيكم تطلعوا على الارزات، فيكم تبرموا على الضيعه، في كتير كنايس، في كتير هايكينج، شجر خضار، في شيء كتير حلو. فيكم تجوا تعملوا شيء، تمدوا اجريكم تقعدوا تقروا كتاب. مشتاق لهذا الموضوع. اوكي خلصت منقوشتنا اول ميله سريعه. طالما استوت نعم، لانه في كثير عم بيقولوا بالموضوع، لنقول انه اذا رجعوا اجوا انتوني ما بيشتغل بالجاست هاوس بس اليوم، لانه كل الكومنتس على انه سيور هاير دير بس اليوم صح. اوكي استوت يا ريت يا ريت انتوني بليز. طلعوا قربوا شوي. استوت على فرد ميل نص استوى. حطيت لها الجبنه البلديه. حطيت لها جبنه بلديه وبعدين رح اطويها كمان مثل الكريب ورح خليها تستوي شوي شوي تا الجبنة. ما هي ما بتدوب كتير لانها بلدية، منا مثل موتزاريلا، بس هيك تاخد محلها. وهلا بعد شوي بعد ما تتحمص بيصير عنا خبزة محمصة جبنة جواتها وبناكلها مع لبنة ومع بندورة ومع خيارة. في ناس عم تسأل تقريبا قديش صارت اليوم الاسعار بالليل، اذا عبالك تقولي لا بيحكوك بدك. في عنا سيت على الـ Airbnb ساكي جاست هاوس
وفي كمان على اللوت لباني، لوت لباني ال ابوستروف اوت اش او تي او لباني. روحوا شوفوا. اوكي، وعلى الانستغرام ساكي جاست هاوس. اوكي، رح اشربكم انا تيزان. اوكي، يلي النعنع هو روح النعنع يلي جبناه من فوق. فوالا انتوني. انا بدي ارجع على هول شو حلوين. حبيت كتير الفكرة يلي ما حطينا المربى وما رغناها على الكل، حطينا مربى بس بالنص بمحل واحد. قدي حلو، شو هاللون الحلو؟ مشان بعرف اذا انا بعرف كتير منيح صور او هني الوانهم حلوة. انت بطل تصوير. هلا كمان انه التليفون له دور، يعني انه ما عنا من هيداك التليفون، التليفون بيعطي الوان حلوة. طيب لكن بدي ما ننسى هيدا لانه عم بتدخن. اها البيض رح ياخذ شويه وقت بس صاروا بيتاكلوا هيك لانه طازه 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 يعني. نعمل الخلطه مع الزعتر الرفيع بالعريق. نعمل تندقلن هون تنتأكد انه منيح. الخبزة اللي قلت لكم الاول بتحطوها تتسكروا فيها شربت البيض، سو هيدي الخبزة كأنكم عم تحطوا عم تاكلوا الخبزة يلي موجودة على اللحم مشوي بالمطاعم. سو ما بنكبها، بالعكس بنستفيد منها ومن كل لقمة منها، من ميل طرية من ميل محمصة، نطوية شوي. كول. ابيض من تحت شوي زليل من فوق. هيدا ما في يا امي ما ادري شو سبعيني لاحق. ايه ما في هيك؟ لا ما بدنا نفقش البيضة الصفرة. اه اوكي. هاي بدي صورة ما تقلي. طلعوا لونها بس وبتشوفوا شو عم تروحوا على حالكم ساعة ما بتكونوا عم تروق معنا بلبنان. مش هيك؟ مارك ليش في بيض اصفر، في بيض اورانج، في بيض تعرف؟ اكيد بتفرق كثير بين الاكل تبع الدجاج وبين انواعهم لهن الدجاج، لانه كله بخلي هذا الشيء يصير، يعني الالوان الدجاجه نوعها. بعرف انه انت مش عم تسمع سو خبرنا شو عم تاكل. عم باكل بيضه مثل انا بيضه برشت، عم باكل بيضه كامله مثل ما هي صفاره مثل ما هو نزل على الزعيمه. بتحرك المشاعر، مش معقول طعمه الطبيعه. بدوق هوليك اثنين تاكد لهم انه طيبين؟ ايه. ما بدك بيض؟ بس انه هاي ادمي ومهذب. طيب رح اعمل لك لقمه يلا، وبهالوقت كون عم نصور الزعترات. هيك وانا ماما انتبه على تيابك ان شاء الله ما حدا يسيبنا بالعين. يلا جيزان انا رجعت لعندك. يلا رح نعمل على العجينه يلي رح تعملنا اياها انتوني، نعمل زعتر بس هالمره زعتر يعني المنقوشه هو زعتر يابس، مثل هون زعتر يابس. هلا رح نعمل زعتر اخضر. مارك جاب لنا شويه زعتر من الجنينه، وعنا ديجا الزعتر الطويل. بعد ما صار الموسم نجيب نحن الزعتر الرفيع من الطبيعة، سو رح جبنا هيدا الزعتر من عند الخضرة. سوري حق علي حرقتها شوي، بس هلأ رح بعملكم اياها ورح تشوفوا قديش مهمة. سوري يعني very basic، يعني الاكل حلو ببساطه صراحه، يعني كل ما واحد بس بيتكل على هو البرودكت مش يتكل على يكون سوبر سوفيستيكيتد تطلع كتير طيبه كمان. جزال ساعه المكونات، ساعه المكونات منيحه. Exactly. عم نحكي هون عن مكونات ربنا عطينا اياهم مش قاطعين ب 600 دواء. 100% مزبوط. وحتى هول عليهم شويه بولين تبع سنوبر، بس برضو كمان شيء كتير منيح. رح نحط سمسم منه محمص. حبيت الفكرة. اوكي.
نحط شوية زيت. سوري مارك. زيت زيتون من الضيعة. جبنة بلدية طريت شوي. خبزة حمصت مزبوط. هوت اند كولد سخن مسقع مع بعضهم. لبنة. اكيد عم بتقولوا انه عم بيقول عن اكلاته طيبين. لا مش معقول المخص، مش معقول. الجبنه البلديه مسخنه شوي ما بتدوب بتمغرمة موزاريلا، والعجينه محمصه. اذا انتبهتوا نص خبزه بعدين رجعنا لفيناها، ولبنه مسقعه على الوجه. كمان رح ندوق جيزال تخبرنا. انا بس هيدا كثير طيب. بطاطا مع بيض. هيك بتخلوا اللبنة تاخد مجالة. وبليز دوقي وخبرينا. يلا. خبزة رائعة عن جد. كتير طيبة. والجبنة والملوحة واو. يعني سلم ايديك انتوني. نرجع نحكي عن هالخلطة. بتستعمليها بنكلها بالقمة، بتروح تحطي فيها بتعمليها منقوشة. هيدا بنعمل مثل ما هلا عملت الخبزة إذا بدك، أو خبزة هيك أصلاً مش ضروري عجينة. أوكي. بس بنحطها على وجهها، يعني زعتر الزباع والزعتر العريض. مع سمة مع سمسم، سوري، سمسم منه محمص وملح. وزيت. وزيت. ذاتس إت. حلو الفكرة. أوكي جريت. نكست. شو بعد عنا؟ عملكم منقوشة بعد؟ طيب. بدك تعمل انت منقوشة. او انت اللي بتعمل منقوشة مثل ما بدك. انت شاطر اكثر مني بالعجينة صراحة. يلا رح شيل هول. شاطر بالرق انتوني. ايه عم بأمن شغل اذا قررت وقف شنو هاد. طيب قبل عملنا عجينة صاج حتى نعمل بيتزا ستايل. البيتزا لازم من جوا لبرا، من جوا لبرا، عكس الصاج اللي هو من برا لجوا. مثل ما شايفين بترك له طرف سميك. ليش؟ لانه بالاخر بالبيتزا في عندكم الكروست، الطرف اللي بيقرش. فنحن بدنا نطريها بالنص. انا عم بوسعها قد ما بقدر. سوري عم تلزق لان طالع ظهري من البراد. اعذروا ال انا ماني حاسس شغل نظيف. لا هي العجينة لانه بعدها طالعة من البراد. اكيد بدك نجيب شوية توميتو صوص شغل بيت نزيده مع هول الزعتر مثلا نعمل ميكس. فكرة جيدة. اوكي. يعني ساعتها ما عم تساعدنا كتير. رح سكرها شوي. حتى نستعمل الشوبك. ما بقى على غير حال. كان بدها طحين دورة تما يلزق، اللي هو بتشوفوه طحين الأصفر بمحلات الصاج. اوكي. هون رح اعمل زعتر.
هيدي البندورة بس رح بعد ما فتحته قمت رح افتحه هلا. رح نعمل اليوم تتذكروا اكيد منقوشتنا اللي برمت العالم زعتر جبنة. رح نعمل منقوشة جديدة اليوم اللي هي منقوشة بندورة وزعتر. هوميد بندورة مع حبق. ريحتهم حس حالي عم باكل بيتزا او انا كنت عم بقرمى هولة كمان باستا بومودورو. هاي بدها فرن بيتزا على الحطب. اوكي بعدين نحط هول على الوش. روعة. يلا شو بدي يطلع شي طيب. What's next؟ ما فرجيناكم المنقوشة. بتعرفي شو اسم الفرن؟ نعمل له دعاية إذا ناس إجت على هيدي الضيعة. هول من جيج يعني الضيعة اللي دغري فوقنا اسمها المدام ميا. ساج ميا بتصور حتى شفت حاطينه على جوجل ماب. سوري أنا عم باكل أو ميم تان. دونك ميا اسمها المدام وكتير بتحب تجور لعندها وتفرجيكم وتذوقكم شو عندها. وهلا انتم ما بعرف العجينه، انت خبرنا على العجينه، شو رايك بالعجينه انطوني؟ عجينه كثير طيبه، رح ندوق عجينتها بس عجينه توب. صوره كمان. شو مارك كيفك انت والكاميرا؟ ماشي الحال؟ عم بيجيك عزايم على فرنسا، على الكويت، روح وين ما كان. على السعوديه. عنا الشاي هون، عنا هيدا هاي المنقوشة المشطاحة الكتير حلوة، عنا هيدا الاختراع الجديد اللي هو زعتر بندورة مع خلطة زعتر وسمسم. فينا نسميها طعمة الضيعة لأنه بندورة وطنية بلدية، زعترات بلدية، كل شيء بلدي وحتى الصاج 100% من هون. ترويقة غير شكل، البيض كانوا روعة من الروعات، سوبر هيلثي فريش اند اورجانيك. رحنا هلا شلناهم، عملنا هون خلطة البطاطا والبندورة، شوية أورانج من الجنينة وكيف زيناه هون، التفاحات مع قرشتهم واضحة، اللبنة البلدية الغير شكل، هاي المنقوشة اللي عملناها شوي مع جبنة بلدية بقلبها توب، وطلعوا هون قديش حلو. فينا نزيد على هولة كمان شوية جوز. يلا. مش علي اتخذنا بالحديث. هون اتطلعوا كيف الزعتر عم بيغلي، استوت مزبوط. هلا كده لازم نطرد الطرف شوي، راح اوكي ليتس سي. رح اكل انا اذا ما صار لي شيء بتاكلوا وراي. شو بنقول معك؟ نحن ما بنخاف خطاطر بنهرب كيف. تحميصتها كثير حلوه. ايه لا عن جد تحميصتها كثير ريحتها حلوه. طلعوا الزيتات بقوا لبرا، ريحتها حلوه كثير. برفان. اوكي
ميرسي اوتون. يلا هذا اول مره ناكل بندوره، ما مجرب مع بعضنا، يمكن سوا نقول لا، يمكن سوا نقول ايه. البندوره كثير بتكون سخنه، كثير كثير انتبهي. انا بحترق ايدي بس بنطر شوي. كيف طيبة؟ حسيت بدك تقول بيميو فير. لا انا بكل صدق بس بلش. اوكي انا كان قصدي نعمل البندوره مع الزعتر، نخلطه مع بعض بس بلا بلا هول بلا هوليك. اوكي انا بدي اقول عن جد بكل صدق بحس طعمه الارض 100%. البندوره بتذكرني بطفولتي، كنت اطلع على الجبل بكسروان وكان في حطوا دست كتير كبير ويقعدوا يبرموا البندوره، حسيت الطعم هيك بوم، رجعت 20 سنه لورا. زعترات كتير طيبين ومنهم حادين ابدا، حتى لو حرقنا الخبزه بس ما حرقناهم. والرشه على الوجه كنت عتلين هم السمسم انه يمكن يعلق بين سنين او ما يكسر. انا لقيتها بيرفكت بيرفكت بلاند، والبندوره زاد لها شويه سويتنس كتير حلوه، كتير كتير حلوه. الزعتر الحديه تبع الزعتر اللي كلكم بتعرفوها، بس بدل ما نحط شقف بندوره عادي حطينا هيدي الصوص طومات شوي اللي عشقتها العجينه. بيتزا لبنانيه هايبريد مثلا. في 205 عم يحضروا. واو. طيب مارك انت لازم تدوق وتخبرنا. شو حبيت؟ اكيد الافران بلبنان ما عندهم صوص طماط، فعم فكر هلا اصير اخذ معي هذا المرطبين بوصل لعنده بقول له اعمل لي وحده على ذوقي. كوب كوب يلا معك الك. طيبة طعمة البندورة، طيبة فيها كتير بس العجينة ما هو بيقول سوبر نوتش. عنجد عجيني واو. طيب بدك تقولي لهم بعد شيء؟ بدنا نعمل شيء؟ نقول لهم باي. نرجع نذكروا نحن وين رقم التليفون؟ اكيد 03 279 849 03 279 849. ثانك يو سو ماتش مارك. نحن بنقول لهم عن نهار طويل. يس. باختصار شو عندنا برميت؟ هلا رح نروح الجبنة واللبنة اللي اكلناهم رح نروح نشوف كيف بينعملوا. من بعدها رح نقطع نمشي مع معاز اليوم، رح نروح مع شاب كمان يعلمنا كيف نشحل، ورح نمشي نفرجيهم شلال ونهر وجود هايك وهيك، وكمان عنا استوريان رح يخبرنا شوي على المنطقة. هذا نهارنا. طيب Thank you so much for watching. أنا ضروري فوت غسل إيدي. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالاختراعات اللي عملناهم، المنقوشة مع بندورة مع توميتو صوص وزعتر، الخبزة الجبنة مع بيض الغير شكل والبطاطا، الترويقة التقليدية اللي فيكم تجوا تاكلوها ساعة اللي بدكم هون. فيني خبركم انه التخت سوبر مريح، بأكد انه التخت سوبر مريح. القعدة عشية قعدنا هون لساعة 10:30، صوت الطبيعة البسينات عم بتقرب، كتير حلو كان، كتير كتير حلو، وعينا على صوت الديك على الساعة 5:30. Thank you so much. يلا خليكم مثل ما قلت لكم اليوم فرصة نهار طويل، ما بتروحوا محل لأنه عنا شي 5 لايف، يمكن يوتيوب ما يبعث لكم نوتيفيكيشن. Have a blessed day.